نلعب فيه شوية ونطلع منه حاجة اسمها الكروس كومبلمنت اوف بي.
persoon gaat. Dus wat doen die gezegd? Wie gaat er zijn? Dat is een rapper. Nee, met een ongeveer, het zijn politieke hoofdstukken, maar voor zo'n stadier zero, maar die maakt nou. En hij zegt aan de hand, dat was een jaar in en hij had voor de zero, wat voor de politie, maar maar die rapper. Nee, maar hij wacht, maar hij wacht, maar hij wacht, but that is a mean who's company of two companies of the government division and more than one function. Okay? Okay. Thank you.
أي أسئلة؟ نأخذ بقى كيس أصعب. في أي سؤال يا محمد؟ وغير دلوقتي إحنا بنجمع وبنطرح الديستراكشن وكان الريزلت بتطلع لي بوزيتيف. طيب السؤال بقى لو أنا قلت 13 ماينس 20 13 7 13 ماينس 4 ماينس 7 صح؟ هنشوف مين يعمل إزاي لما يشتغل الماينس.
كده واحد 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 ظبط الاطوار بتاعتها لازم يكون نفس الاطوار هو 4 متر من تحت 4 متر نحط هنا عاوزين نعمل ده في ده مش هنعرف ما عندناش حاجه تعمل مايك كده دوس كمان بتاع الرقم ده الاول
وانا عندي فايل ايه Right?
عندوش باله بالتغيير اللي هو الكلاس العاديه اللي احنا عارفينها دي بنسميها ريسك اوبريشن، لا بنسميه بوليان اوبريشن او بوليان اوبريشن. دي هنا مقصود بيها اور وليس جمع. تمام؟ ساعات بنكتبها زي اليونيون اكس. كل الحاجات دي تعمل نفس الشيء اكس اور. تمام؟ بالنقط بنكتب ازاي؟ ساعات نكتب نقط اكس، ساعات نكتبها اكس بار، اكس بار دي معناها نقط اكس بار، وساعات نكتبها اكس داش. كل دول برضه نفس الطرق مختلفه لكتابه نفس الشيء، عندنا ام، عندنا اور، وعندنا نقط. اوكي؟ هي كده.